السلام عليكم، معكم رئيسة التعاونية قفطان الأميرة. درنا شراكة مع المؤسسة ديال المهيولة، نقوم بأعمال اجتماعية وتنموية في المؤسسة. قمنا بإصلاح الساحة ديال المؤسسة، درنا زراعة الأشجار هنا داخل المؤسسة. تقريبا كل عيد، كل مناسبة دينية تنجيو المؤسسة، تنفرقوا حويجات على الوليدات، على العائلات ديال الوليدات، اليتامى والمعوزين. والحمد لله، اللهم لك الحمد انه الاستاذ ديال المؤسسه فتح لنا هذا الباب هذا، ولات هذه المدرسه ديالنا هي الباب او المتنفس الوحيد اللي تنقوموا فيه بهذه المبادرات الطيبه لخلق تعاون وخلق تضامن مع العالم القروي، وفتح باب التعاون في مجال الاعمال الاجتماعيه داخل العالم او داخل المؤسسات العموميه وبالخصوص في العالم القروي. ومرحبا بنا، الحمد لله. تنشكروا جميع الاطر، تنشكروا جميع الناس اللي ساهموا في نجاح هذه المبادره الطيبه، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز بوشبال، مدير مدرسه مجموعه مدارس مهيوله. كنبغي نرحب بالجميع، وتنبغي نشكر الحاضرين وعلى رأسهم السيدة رئيسة جمعية قفطان الأميرة اللي نشطت أو سهرت على مجموعة ديال الأنشطة هنا على صعيد المؤسسة، ماشي غير هنا في المركز وإنما أيضا في الفرعيات. والأستاذة من السنة الفارطة دارت بزاف ديال الأنشطة هكا لفائدة التلاميذ، جبت هدايا لدراري متنوعة، وجبت هكا زيارة ديال التلاميذ ديال البريفي مؤسسة الأزهار، مشكورين لا التلامذ ولا الأطر ديالهم التربوية ولا الإدارية، جاو عندنا وحفزونا ونشطوا الجميع. بالنسبة لهذه السنة الأستاذة جات هنا دارت لنا تشجير العام اللي فات، عملية تشجير وعودتها. دابا هادشي اللي تتشوفوا هنايا كاع هي الأستاذة اللي دارت هادشي، يعني في شخص جمعية قفطان الأميرة، وهي اللي دارت لنا هذا التبليط ديال الساحة، لأن كانت الغبره وداك الشيء وهذاك. فاش جات هي اصرت باش يدار هذاك، باش يدار هذا الحجر هنايا. ودابا الحمد لله كنمشيو ونجيو في المدرسه مرتاحين، اللهم لك الحمد. وهي السي الاستاذه تتعاون معنا بزاف، وعندها صحه الرحم، وتتسمع لينا اش نقولوا، وما تتدخلش علينا لا هي ولا السيد بزاف، حتى هو الزوج ديالها السي قواب، هما صغارين معنا وواقفين معنا، وما كناش حنا كنهزوا لها الحاجه اللي بغينا نتصلوا، وهي تتعامل معنا بواحد صفر الرحم، وانا تنشكرها بزاف. والاساتذه تيقولوها لي حتى هما تيشكروها بزاف، علاش؟ لان كيشوفوا الانجازات ديالها على المستوى قريبه لينا، قريبه لينا. المهم حنا نقول لكم واحد العباره ديالي انا، حنا كمؤسسه مجموعه مدارس مهيوله محظوظين بهذه الشراكه مع السيده رئيسة جمعية قفطان الأميرة، والله العظيم إلا محظوظين، بارك الله فيكم. وتنشكر الجميع، من جد تنشكر الجميع على هذه المبادرة الطيبة اللي راه ماشي، راه حنا دابا ولينا مولفين هادشي، الحمد لله حنا ولينا مولفين هادشي دابا، اللهم لك الحمد. الأسرة وميم طون بغيت نشكر هاد القائمين على مدرسة الأزهر، الله يعمرها دار. تنشكرهم بزاف، تيجيو الأطر ديالهم التربوية والإدارية، التلامذ ديالهم كلشي تيجيو. وتنشكروا الجميع، وتنشكروا كلشي على الحضور ديالو، بارك الله فيكم، ميرسي بوكو.